دلوقتي بس نتوقف قليلا وبعد كده نرجع طبعا نتكلم عن الدوري المصري الممتاز والمنافسين في الدوري المصري الممتاز، لكن دلوقتي نتوقف مع كاتب صحفي كبير. كاتب صحفي لما بيكتب وبيتكلم لازم كلنا طبعا نسكت ونسمع. معانا دلوقتي استاذ ابراهيم حجازي الناقد الرياضي الكبير. مساء الخير على حضرتك. ازيك يا استاذه شيماء، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ انت ازيك؟ مساء الخير يا استاذ محمود. سعيده جدا بوجود حضرتك معانا استاذ ابراهيم. حضرتك قامه اعلاميه كبيره طبعا، وشرف لينا وجود حضرتك معانا النهارده، واكيد بنتكلم النهارده عن المقال الجميل اللي حضرتك كاتبه النهارده عن النادي الاهلي، واللي عنوانه اقتراحه معلومه وبلاغ للسيد الرئيس يحدث في الاهلي. شيماء، هو الحقيقه انا بس عايز اوضح حاجه، ان اللي عمله مجلس اداره الاهلي وبيعمله حاليا، يعني ما حدث ويحدث دلوقتي حقيقي، انا شايفه انه غير مسبوق. لا في النادي الاهلي ولا في غير النادي الاهلي. صحيح. ليه نقول غير مسبوق؟ لان احنا عندنا قانون الرياضه جديد، في ايجابيات وفي سلبيات كتير حقيقه، انما من اهم ايجابيات القانون الجديد انه اعطى للهيئات الرياضيه سلطة انها تحكم نفسها زي ما بيقولوا، وما بقاش في تدخل حكومي في عمل الهيئات الرياضية. صحيح. طيب انا ما بقاش في تدخل، يبقى انا يا هيئاتي الرياضية ما دام هحكم نفسي، اول حاجة اعملها ان انا احط الدستور اللي انا همشي عليه بتاع نفسنا. كل نادي ما ينفعش، كان زمان القانون واحد واللائحة واحدة لكل الاندية، قطعية واحدة، ده طويل ده قصير، ده تخين ده رفيع، ده من هنا ده من هناك، كله زي بعضه. وده كان في ظلم باين. ليه القانون الجديد غير هذا الموضوع؟ وقالوا ان كل نادي من دلوقتي يعمل لائحه لنفسه والكلام ده كله. اللائحه اللي هي الحقيقه اللي هي الدستور الذي يحكم النادي. من الحاجات اللي في الكلام اللي في اللائحه، او مش اللائحه، الحاجات اللي في القانون، ان انا بدعو الجمعيه العموميه، وهي اعلى سلطه في اي نادي، الجمعيه العموميه هي الشعب، هي اعلى سلطه. بدعو الجمعيه العموميه علشان خاطر تيجي تقول يا نعم. يا نعم. ما لهاش، يا توافق على القانون يا ما توافقش على القانون. فانا ممكن اجي حضرتك تيجي توافقي، القانون فيه 100 بند، توافق على 60 مثلا شايفاهم انهم كويسين، بس في 40 شايفاهم انه يعملوا كارثه. واخد بالك؟ فما قدامكيش، يا توافقي يا تقولي لا. فهتوافقي يبقى انت وافقت على 60 وفي 40 انت رافضاهم. صحيح. واجي انا ارفض القانون، انا موافق على 70 ماده في القانون بس في 30 عاجبني، فانا رفضت كله رغم ان في 30 عاجبني. هذا وضع كان فيه، يعني كان فيه، يعني انا شايفه ان في اجحاف بحق جمعيه عموميه، واجحاف بحق القانون ذات نفسه، واجحاف بحق اللائحه. انا جه النادي الاهلي عمل حاجه كويسه جدا الحقيقه، وده شيء، يعني الحقيقه كل التحيه والاحترام والتقدير ليهم، ان هم قالوا طيب بدل ما نعمل الكلام ده كله، طب ما يجي ان احنا نعمل نخلي كل الناس نقترح بند بند، نعمل هذا الاقتراح او هذا التصويت، هذا كلام من خلال مشاركه على بند بند، واللي مش عاجبنا نطلعه الناحيه دي، واللي مش عارفين، والاغلبيه دايما احنا بننصح للاغلبيه. صحيح. فعملوا ورش عمل، وعملوا ندوات، وعملوا واقتراحات، حوالي 3000 اقتراح. فطلع في ال 3000 اقتراح دي الاغلبيه طالبه مش عارف 30 بند ولا قد ايه اتغيروا، ده شيء رائع جدا. ليه؟ انا لما بخش النهارده وبقيت بقيت مشارك في الدستور اللي عملته بتاع النادي، يبقى انا النهارده ملتزم بكل حاجه فيه، يبقى انا اول واحد مش هكسر هذا الكلام، لان انا ملتزم بيه، لان انا اتخذ رايي فيه. دي نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، دي النقطة الفاصلة، اتخذ رأيي فيه. حيجي واحد يقول لي الله، طب هو في 3000 اقتراح من جمعية عمومية فيها 50,000 واحد ولا 60,000 واحد؟ الأمر كان مفتوحا للجميع. ممكن في ناس عندها مشاغل ما تقدرش تيجي، وفي ناس قصدها إنها ما تجيش، اللي ما جاش مالكش حق تتكلم، أنت كان عندك فرصة إنك تشارك. صحيح. أنت ما جيتش مش من حقك إنك تقول لأ ولا مش يعني مش أنت ما يبقاش من حقك، لانك انت يعني اهملت في حاجه بتاعتك انت، انت اللي مش بعد ما تتعمل تقول لك ما عملته ليه ما خدتش رايي ليه؟ ما انا لينا ناخد رايكم، احنا فاتحينها بقى لنا شهر اهو لكل واحد. ده في بقى حد تاني بيعرض المعارضه او كده، ده موضوع تاني، خدت بال حضرتك؟ صحيح. انما انا النهارده عشان كده احنا بنقول
ان اللي شارك ده خلاص، اللي بيشارك ده انا في رايي انه بيدب اللي ما جاش، خلاص ده ايجابي وده، بس في الاخر حاجه صحيه، حاجه كويسه، حاجه انا شايفها ان 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 في يعني ده احترام مجلس الجمعيه. صحيح. احترام انك انت ده هو ده العمل الحقيقي اللي بيتم. انا شايف اللي بيتعمل ده شيء رائع جدا. لا وبعدين اللي بيحط اللائحه وبينقحوا اللائحه وبيغيروا مجموعه من اعضاء الاهلي القانونيين وناس يعني كل ده كله بيشارك عشان يحط الدستور بتاعه. اكيد ده نموذج لينا احنا كمان بره بقى، بره النادي نموذج نشارك بقى، ما نقعدش قاعدين كل واحد مننا على مستوى الدوله بقى بينظر ومش عاجبه. يا عم انت مش عاجبك طب قول لي، مش عاجبك دي قول لي الغلط اهو، دي غلط عشان كذا والصح كذا. اكيد اكيد. انما مش انا اقول لك انت بتقولي ايه يا شيما كده مره، طب قول لي يا عم هي قالت غلط، قول لي انت الصح ايه، علمني بصرني وضح لي. فانا شايف ان النادي الاهلي عمل حاجه، ان الاداره عمل حاجه كويسه جدا هي اللائحه ديت. شايف ان انا النهارده ان دي خطوه جديده، النهارده دلوقتي احنا في الجمعه اللي جايه، لا اللي بعديها اللي 28 هيبقى الجمعيه العموميه. شايف النهارده ان وبعدين اللي بيتصحد بيتصور برضه من العقول الضيقه او اللي هو اللي هم قلبوا المشكله لخناق. يعني انت مش خناقه، اذا انت اذا انا النهارده مطلوب ان كل واحد في النادي الاهلي يعارض كل حاجه غلط، بس في المقابل عليك انك تعارض ده لمصلحه النادي. اكيد. لمصلحه ناديك تعارض كل حاجه غلط وتقول الصح كذا وتقف تعمل ده. اكيد. في المقابل وبنفس القدر وبنفس الحماس وبنفس القوه عليك ان تؤيد كل حاجه صح. تمام. ففي حاجه بتتعمل صح هي نقف معاها ونعملها. دي جمعيه عموميه، حتى اللي مش عاجبه لو كان فيها انتوا عاملين خناقه، حتى اللي مش عاجبه صحيح تعال احضر الجمعيه العموميه. خدت بال حضرتك؟ وعايز تقول لا اقول، بس كنت انا كنت افضل انك انت عايز تقول لا، كنت جيت والنادي الاهلي والجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي، لان ده الصالح العام دايما. اما نيجي نختلف نختلف، بس ما نختلفش على الصالح العام، ما نختلفش على وطن حقيقي، ما نختلفش على النادي، ما نختلفش على القيمه العاليه. إذا كنا بنختلف وبعدين احنا بنختلف عشان الأصلح والأفضل، مش هي خلاق يعني إن أنا أكيد خلاف هو ده الموضوع. أنا شايف إن دي خطوة كويسة جدا جدا جدا. أي خطوة إيجابية في أي حتة حاجة كويسة بتنور لنا النور، تقول إن احنا نقدر نصلح كل حاجة في بلدنا. صحيح نقدر. صحيح. واللي اتعمل ده هو بيقول لنا كده يعني. صحيح. بشكرك جدا استاذ ابراهيم حجازي الكاتب الصحفي الكبير، نورتنا في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجود حضرتك معانا عبر الهاتف. نرجع بقى تاني.